السادة العلماء والفقهاء والأساتذة والمادحين، أيها الجمهور الكريم، أبناءنا نزلاء هذه الجمعية، هذه الدار المحفوظة وإخواننا بها، أجدني سعيدا أن أقف أمامكم في هذه الليلة المباركة بمناسبة أعظم مناسبة وأعظم ذكرى عطرة، وهي ذكرى ميلاد النور، ذكرى ميلاد رسول الإنسانية الذي يقول فيه رب العزة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يخرج به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، دابت الأمة الإسلامية وتعارفت منذ القرون، في القرن منذ القرن الرابع الهجري، على إحياء هذه الليلة. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا يعايشون هذا الرسول العظيم، وكانوا يعرفون له حقه، وكانوا يحبونه محبته. فإن كنا اليوم نحتفل بهذه الذكرى العطرة، فإن كل منا يعبر عن محبته لهذا الرسول بصور مختلفة وبالصورة التي يراها لائقة. والحق وعلى